صباح الخير. توتي دلوقتي ماشي على الضفة الجنوبية لنهر التيمز لندن. الجو جميل، ساعة خفيفة، اكسجين عالي جدا. انا دلوقتي ماشي من لندن اي رايح لغاية دي تاور في لندن. الفيو جميل جدا، ورايا المتحف القومي البريطاني، وده نهر التيمز. زي ما احنا شايفين السحب، الجو ساقع وشتا، بس ساقع ظريف. درجة الحرارة تقريبا في حدود 6 أو 7 درجات. المشي على ضفة النهر الجنوبية متعة. دي زيارتي الرابعة لندن، وزي كل مرة الوقت مش مكفي ان انا اشوف كل حاجة عايز اشوفها، رغم ان انا في ال4 مرات مفيش مكان زرته مرتين. لندن محتاجة 100 زيارة، عدد مهول من المتاحف، عدد مهول من الاتراكشنز، المواقع السياحية الجميلة اللي لازم الواحد يتفرج عليها ويشوفها. بص ورايا كده، سكاي لاين جميل جدا. لندن مدينة جميلة. بعد ما زرت حوالي 21 دولة و57 مدينة، أقدر أقول إن مدينتي المفضلة هي لندن. شكلي حاجة استقرار هنا وخلاص. ورايا لندن سكاي لاين، جميل جدا. عمارات في منتهى الجمال، مباني جميلة، جو جميل، متعة وترفيه. هي بس غالية شوية. قبل ما تيجي لندن اعمل حسابك انك هتصرف لك قرشين اكتر من حتى امريكا او كندا. لو انت معكش فلوس او انت معكيش فلوس، ذاكري وحوشي الاول وبعد كده عادي. يلا سلام دلوقتي.